للحديث اكثر من ضموا معنا المحامي الدكتور صالح الحارثي. مساء الخير دكتور صالح، اهلا بك معنا في عين الخامسه. بدايه دكتور، يعني صرح صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قبل قليل بمناسبه موافقه مجلس الوزراء على نظام الاثبات بعد استكمال الاجراءات النظاميه لدراسته بالطبع في مجلس الشورى وفقا لما يقضي به هذا النظام. بدايه، ما هو هذا نظام الاثبات؟ مساء الخير أخ إسماعيل، ومساء الخير على الأخوة المشاهدين. نظام الإثبات هو يعنى بإثبات الحقوق أو الحق المطالب به من قبل المدعي، وهذا موجود في الفقه الإسلامي، والقاعدة الشرعية تقول أن العبء الإثبات على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وقد كان سابقا من ضمن نظام المرافعات الشرعية، والآن بحمد الله صدر هذا النظام وهو من ضمن مجموعة مشاريع أنظمة قد أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في 26/6/1442، وهي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ونظام الإثبات الذي صدر هذا اليوم. نعم، وأيضا سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022 دكتور. أيضا جميع الحقوقيين في المملكة العربية السعودية وعامة المواطنين والمقيمين مستبشرون بهذه الأنظمة لما تحققه من تحقيق العدالة الناجزة وضمان الحقوق للمتقاضيين ومعرفة والتنبؤ بالأحكام القضائية حينما يتقدم أي شخص في المحاكم الشرعية، فإنه يكون على دراية مسبقة بما سيؤول إليه بمشيئة الله الحكم الذي في حقه، لأنه الآن الحمد لله الأمور بتكون واضحة على شكل أنظمة. نعم، سابقا كان يعتمد على ما هو مدون، وإلى الآن الأنظمة تعتمد ولله الحمد على الشريعة الإسلامية وما هو موجود في الفقه الإسلامي وخاصة الفقه الحنبلي، ولكنها الآن على شكل أنظمة يعرفها الجميع ويتنبأ بالأحكام وما ستؤول إليها نتائج الأحكام عند قيامه برفع أي دعوة قضائية. طيب دكتور صالح، هذه الأنظمة وهذا النظام، نظام الإثبات، هل يعتبر نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية؟ لا شك، كون الآن نظام قائم بذاته يتكلم أو يتحدث عن جميع أنواع الإثباتات، لأن الإثبات عندنا الآن فيها الإقرار وهنا الشهادة وهنا اليمين وأيضا في القرائن، فكان الآن يصدر نظام مستقل مفصل بجميع الأنظمة أو جميع الإثباتات التي يطلبها صاحب الحق، هذا نقلة نوعية لإجراءات التقاضي ولحقوق المتقاضيين ولتحقيق العدالة الناجزة. نعم، هناك أشياء كثيرة في نظام المرافعات الشرعية فيها مداخلات وعدم وضوح، وفيها هناك يعني تفسيرات أو اجتهادات تكون من قبل المختصين، ولكن الآن النظام يقضي على جميع الاجتهادات وتكون الأمور كلها واضحة ومحققة للعدالة للجميع. بما أنك تحدثت على هذه النقلة النوعية وهذا الإثبات، النظام الإثبات الجديد، سؤالي هنا دكتور، يعني ما الفرق بين النظام الإثبات الجديد والنظام السابق؟ هل في فرق شاسع أو فروق كبيرة دكتور؟ إلى الآن لم نقل النظام. نعم دكتور، كان موجود في النظام من ضمن نظام المرافعات الشرعية، الآن مستقل بحد ذاته، وبالتأكيد أن النظام سوف يكون واضح للجميع ويختلف أحدث. وإن كان يكون واحد نظام يعتمد على الشريعة الإسلامية وعلى الإسلام الفقه الحنبلي، ولكن الآن سيكون أكثر وضوحا وإطلالية، والسبب كان
نعم أعتذر منك دكتور، ليس الصوت ليس واضح. نشكرك دكتور صالح، كان معنا المحامي.